السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس كونكت 6، أهلا بيكم مرة تانية مع حل وشرح تدريبات كتاب المعاصر. طبعا بنبتدي بوحدتنا الأولى واللي عنوانها Green Cities. درسنا الأول عنوانه We work in the community garden. We work يعني نحن نعمل in the community garden، في حديقة المجتمع أو الحديقة الاجتماعية. تعالوا يلا نبتدي بكلمات الدرس الأول. بس قبل ما نبتدي، لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، لو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. طبعا أول كلمة معانا حبايبي هي كلمة apartment block. Apartment block. Apartment block. Chemicals, chemicals, chemicals. Natural fertilizer, natural fertilizer, natural fertilizer. يعني سمات طبيعي. Roof, roof, roof. حبيبي بمعنى سطح. Harvest, harvest, harvest بمعنى يحصد. تعالوا حبيبي يلا نشوف الاكسترا فوكابولري اللي هو مديهالنا. عندنا كلمة community garden. Community garden يعني حديقة مجتمعية. Fresh, fresh يعني طازج. Green space, green space يعني مساحة خضراء. Volunteer, volunteer يعني متطوع. organic organic يعني عضوي. market market يعني سوق. peppers 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 يعني فلفل. health 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 يعني صحة. vegetables vegetables يعني خضروات. aunt aunt يعني عمة أو خالة. area area يعني منطقة ومساحة. neighborhood 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 يعني حي. local 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 يعني محلي. lettuce 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 يعني خاص. plant 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 يعني نبات. lemons 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 يعني ليمون. dates dates يعني تمر. onions onions خلي بالك حبايبي ان الاو هنا بتنطق اه. onions onions يعني بصل. tomatoes tomatoes يعني طماطم. balcony balcony بلكوني يعني بلكونة. تعالوا حبايبي يلا نشوف الافعال اللي هو مديهالي. عندنا كلمة produce. produce يعني ينتج. الماضي بتاعها produced. produced يعني انتج. need need يحتاج. needed needed يعني احتاجة. plant plant يعني يزرع. planted planted يعني زرع. عندنا كلمة grow. grow الماضي بتاعها grew. grew. sell sell يعني يبيع. sold sold يعني باع. meet meet يعني يقابل. met 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 يعني قابلة. تعالوا نشوف يلا الاكسبريشنز اللي هو مدهالي. عندنا كلمة on the roof of. on the roof of يعني على سطح. good for. good for يعني جيد لي. in the middle of. in the middle of يعني في منتصف. a good place to. a good place to يعني مكان جيد لي. on Friday afternoons. on Friday afternoons يعني في أوقات الظهيرة أيام الجمعة. That's interesting. That's interesting. يعني هذا ممتع. All the time. All the time. يعني طوال الوقت. That's not all. That's not all. يعني هذا ليس كل شيء. From one square meter. From one square meter. يعني من مساحة متر مربع واحد. Make friends. Make friends. يعني يكون صداقات. Come from. Come from. يعني يأتي من. It sounds great. It sounds great. يعني هذا يبدو رائع. تعالوا حبايبي يلا نشوف المين بوينتس اللي هو مدهاني. عندنا garden space. فبيقول لي the community garden is a big green space. طبعا بقول الحديقة المجتمعية دي عبارة عن مساحة كبيرة خضراء. عندنا بقول مريم thinks the community garden is a good idea. يعني مريم بتعتقد ان الحديقة المجتمعية دي عمل جيد او فكرة جيدة. The community garden helps to clean the air in the city. بقول لي ان الحديقة المجتمعية بتساعد في تنظيف الهواء اللي موجود في المدينة. The community garden is a good place to make new friends. طبعا بقول لي ان الحديقة المجتمعية مكان جيد نكون فيه اصدقاء. Many volunteers from the neighborhood work on the roof garden. يعني كتير من المتطوعين في الحي او المنطقة بتاعتنا بيعملوا في الحديقة السطحية. They plant lettuce in the community garden. يعني بزرعوا خاص في الكوميونيتي جاردن. تعالوا نشوف حبايبي يلا اول تمرين مدهولي على معاني الكلمات. بقول فارمرز ايه a lot of crops every year. بقول الفلاحين بيعملوا ايه في المحاصيل كل سنه. يا ترى جو ولا ميت ولا هارفست ولا مين؟ اكيد طبعا هارفست. وهارفست معناها يحصد. جو يذهب. ميت يقابل. ومين معناها يعني. نمبر 2 بقول we grow nice flowers. احنا بنزرع زهور جميله. on the north of our apartment block يعني على ايه بتاع العماره بتاعتنا. اكيد on the roof. وروف حبايبي بمعنى
سقف. تعال نشوف نمبر 3 بيقول شي هيلبس ان ا لوكال سكول از اي 3 دايز ا ويك. بيقول لي هي بتساعد في المدرسه المحليه بتاعتها. هنا اس حبايبي معناها ك، فبقول لي كايه بقى؟ 3 ايام في الاسبوع اكيد از ا فولنتير، فولنتير بمعنى متطوع. طب تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي A is good for the soil. يا ترى مين من دول اللي جيد للتربة؟ papyrus ورق البردي ولا natural fertilizer ولا butter الزبدة ولا cheese؟ أكيد طبعا natural fertilizer اللي هو السماد الطبيعي. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي the community garden is a great place to a new friends. بيقول لي إن الحديقة المجتمعية دي مكان رائع لإيه؟ أصدقاء. أكيد طبعا لتكوين أصدقاء، يبقى to make friends. تعالوا حبايبي بقى نشوف المحادثة اللي بتدور بين نور ومريم، ويا ترى بيكلموا بعض عن ايه؟ ده اللي هنشوفه في المحادثة دي. طبعا بيقول لي where does Maryam go on Fridays؟ where does Maryam go on Fridays؟ طبعا هيكلمني في الوحدة دي حبايبي عن ال present simple، عن المضارع البسيط. طبعا لما اشوف do does دايما في السؤال بعرف ان السؤال ده مضارع بسيط وبيكلم لي عن عادة او حقيقة. فبقول where does Maryam go on Fridays؟ اين تذهب مريم ايام الجمعة؟ خلي بالكو، يبقى اذا هي معتادة ان هي تذهب لمكان ايام الجمعة. نور بتقول لمريم no school tomorrow. والله ما فيش مدرسة بكرة. no school يعني ما فيش مدرسة، tomorrow يعني غدا. do you want to come to my house؟ تحب تيجي البيت عندي؟ خلي بالكو حبيبي do you want to بيجي وراها مصدر الفعل، want to يريد ان، بيجي وراها مصدر. do you want to اسلوب من اساليب الاقتراح. do you want to come to my house؟ فمريم قالت لها thanks نور، شكرا يا نور. طبعا لما حد يدعيني على حاجة اكيد هقول له thanks، شكرا. but I always help my aunt on Friday afternoons at the community garden. بس دايما انا بساعد عمتي او خالتي يوم الجمعة بعد الظهر at the community garden، في الحديقة المجتمعية او حديقة المجتمع. فطبعا بتستغرب بتقولها the community garden what is that؟ ايه هي الكوميونيتي جاردن دي؟ هتلاقيها it's a big green space on the roof of my aunt Selma's apartment block. ايه ده؟ يعني مش حديقة كده تحت؟ قال لي لا، ده الحديقة دي فوق. قال لي big green space يعني مساحة خضراء كبيرة. فين؟ قال لي على سطح المبنى السكني اللي بتعيش فيه مين حبايبي؟ عمتي سلمى. فبتقول لها the people who work there are all volunteers. قالت لها الناس اللي بتعمل هناك كلهم حبايبي متطوعين. volunteers يعني متطوعين. يعني متطوعين يعني work for no money، بيشتغلوا من غير فلوس. from the neighborhood، قلت neighborhood حبايبي بمعنى الحي السكني. we grow vegetables، خلي بالك بقى او خلي بالك، بيقول لي احنا هنعمل ايه بقى في الكوميونيتي جاردن دي؟ قال لي we grow vegetables، يبقى بنزرع خضروات. خلي بالك ان ده present simple مضارع بسيط، to eat يبقى بنزرع خضروات عشان ناكلها. and sometimes we sell them in the market، واحيانا كمان بنبيعها حبايبي فين؟ in the market. in the market يعني في السوق. فنور بتقول لها that's interesting، ده شيق جدا. what things do you grow؟ what things يعني ما الاشياء. طبعا قلت لازم اقرا المحادثات دي كتير جدا عشان بيجي لي منها في الترتيب وكمان بيجي لي منها في الباراجراف. what things do you grow؟ يا ترى ايه الاشياء اللي انتوا بتزرعوها؟ فمريم قالت لها well we usually plant tomatoes، خلاص بنزرع كده ايه؟ طماطم، peppers فلفل، onions وكمان بصل، lettuce وكمان بنزرع خس. خلي بالكوا حبايبي لما ادي لسته كده من الاشياء لازم احط كوماز. things people eat all the time، أشياء الناس بتأكلها طول الوقت. sometimes we also plant fruit trees، يعني أحيانا حبايبي إن إحنا بنزرع أشجار فواكه. this year we have lemons and dates، يعني السنة دي عندنا شجر ليمون وكمان عندنا شجر بلح. فنور بتقول لها and you grow all this food in the middle of the city. واو ايه ده؟ انتوا بتزرعوا الطعام ده في وسط المدينة؟ المدينة معروف ان بيبقاش مساحة للزراعة. فبتقول لها انت بتزرعوا كل ده، كل الطعام ده في وسط المدينة؟ واو. طبعا واو دي صيحة دهشة.
فهو انا قلت لها yes it means people can grow their own fresh food and it's organic too. قالت لها ده معناه ان الناس ممكن تزرع الطعام الطازج الخاص بيها وكمان بيكون organic. يعني organic حبيبي يعني has no chemicals, ما فيهوش كيميائيات, كل اللي بيستخدموه natural fertilizer. عشان كده قلت لها which means we only use natural fertilizer يعني سمات طبيعي. We never use chemicals, never, whenever دي نفي, عمرنا ما بنستخدم مواد كيميائية. فنور بتقول لها does your garden produce a lot of vegetables؟ طبعا دو does عارفين انهم لما يجوا في اول السؤال بيكون معناهم هل, وبجاوب عليهم بيس او نو. فبتقول لها هل حضرتكم بتنتج كثير من الخضروات؟ فقالت لها yes it does from just one square meter of roof garden, يعني بس في المتر المربع الواحد من الحديقة اللي فوق السقف دي او فوق السطح. We can harvest 20 kilos of vegetables a year. ممكن نحصد, كلمة harvest حبيبي معناها يحصد او يجمع, 20 كيلو خضار او خضروات في السنة. And that's not all. لا 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 لا, ومش بس كده. Roof gardens also help clean the air in the city. الحدائق السطحية دي كمان بتساعد في تنظيف الهواء في المدينة, which is good for people's health, وده طبعا اكيد جيد مفيد لصحة الناس. And they are a great place to meet people and make friends. وطبعا بتبقى اماكن جميلة جدا تقابلي فيها الناس وكمان تكوني فيها اصدقاء. كلمة make friends يعني يكون اصدقاء. فنور قالت لها it sounds great. ده جميل جدا, يبدو رائع. مريم يا مريم, we need more community roof gardens like that in our city. احنا طبعا محتاجين لمزيد من حدائق الاسطح دي المجتمعية خلاص في مدينة. تعالوا حبايبي يلا بعد ما قرينا الموضوع نشوف التمرين اللي هو مديهولي. عندنا كلمة friends طبعا بمعنى اصدقاء, وعندنا كلمة plants يعني نباتات وممكن يكون معناها يزرع, roof طبعا بمعنى سقف او سطح, عندنا سيل بمعنى يبيع حبيبي, وعندنا كلمة متر بمعنى متر. بول نور asks مريم to go to her house tomorrow, but مريم goes to help her aunt on Fridays. لكن مريم بتروح تساعد عمتها ايام الجمعة. They work in a community garden, يعني بيعملوا في الحديقة المجتمعية. In the north of an apartment block, طبعا اكيد on the roof يعني على سطح العمارة. And they grow vegetables, بيزرعوا خضروات, and fruit for people in the local area, and sometimes they eat them. بيزرعوا الخضروات واحيانا بايه, اكيد sell them, وsell them معناها يبيعوها. مريم thinks the community garden is a good idea because they also help to clean the air in the city. بتعتقد ان هي فكرة جيدة لان الايه كمان بيساعد في تنظيف الهواء. اكيد طبعا plants حبيبي اللي هي النباتات, بتساعد في تنظيف الهواء. and it's a good place to make new طبعا ده مكان جيد نكون فيه اصدقاء, يبقى to make new friends, وكلمة friends طبعا بمعنى اصدقاء, و make friends يعني يكون اصدقاء. تعالوا حبايبي يلا نشوف الجنرال exercises واللي بتبتدي بسؤال listening. بقول لنور asks مريم to go to her house. بقول لنور طلبت من مريم ان هي تروح بيتها. But Maryam goes to help her aunt on Fridays. بس مريم بتروح تساعد عمتها يوم الجمعة. They work in a community garden. بيشتغلوا في الحديقة المجتمعية. The community garden is on the roof of an apartment block. على سطح طبعا العمارة. تعال نشوف number one. بيقول لي Noor asks Maryam to go to her house. طبعا الكلام ده true, صحيح. مريم goes to help her aunt on Sundays, بتروح تساعدها ايام الحد. طبعا الكلام ده false لان قلنا on Fridays. مريم and her aunt work in the community garden, شغالين في الحديقة المجتمعية. طبعا الكلام ده true. تعال نشوف number 4. بيقول the community garden is on the roof of an apartment block. طبعا الكلام ده true, صحيح. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال التاني. عندنا كلمة helpful بمعنى متعاون, وعندنا كلمة neighborhood بمعنى الجيرة او الحي. لو بصينا طبعا الكلمة اللي بعدها عندنا كلمة clean يعني ينظف او نظيف يعني تمشي فعل وتمشي صفة. weekends طبعا عطلات نهاية الاسبوع, و eat حبايبي بمعنى
يأكل. بيقول لي أحمد and أيمن are friends. On the A they visit Ahmed's grandfather. أكيد on the weekends يعني في عطلات نهاية الأسبوع بيعملوا إيه؟ قال لي they visit Ahmed's grandfather. بيزوروا جد أحمد. They help to aid the street and water the trees in the north. بيساعدوا في إيه الشارع؟ أكيد طبعا they help to clean يعني بيساعدوا في تنظيف الشارع and water the trees وكمان في ري الأشجار. In the أكيد في الحي يبقى in the neighborhood. neighborhood حبيبي اللي هو الحي تاني neighborhood اللي هو الحي. بقول there are many volunteers. They are very A. They sometimes grow more new trees. بقول في متطوعين with they are very A. أكيد حقول they are very helpful. وhelpful حبيبي بمعنى متعاون. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال التوصيل. بول ريد اند ماتش. بول داز يور جاردن بروديوس يعني هل الحديقه بتاعتكم بتنتج؟ طبعا ده السؤال اهوني. يبقى اذا هقول a lot of vegetables يعني كثير من الخضروات. تعال نشوف نمبر 2. بولي وي بلانت ليتس. يعني احنا بنزرع الخس. فين يا حبايبي؟ هتقول لي ان اور كوميونيتي جاردن طبعا في الحديقه المجتمعيه بتاعتنا. تعال نشوف نمبر 3. بولي اورجانيك فيجيتابلز يعني الخضروات العضوية. وقلنا عضوية حبيبي يعني ما بدخلش فيها مواد كيميائية. طبعا اكيد have no chemicals يعني ما فيهاش اي مواد كيميائية. تعال نشوف نمبر 4. بل it's good to use natural A. طبعا من الجيد انك تستخدم A طبيعي. اكيد natural fertilizer for growing plants يعني لري النباتات. تعال حبيبي يلا نشوف سؤال الاختياري. بيقولي we plant vegetables and fruit in the roof of our house. اكيد طبعا on the roof يعني على السطح. تعال نشوف نمبر 2. بيقولي after the vegetables grow يعني بعد ما الخضروات بتكبر. farmers eat them. اكيد طبعا harvest. قلنا harvest بمعنى يحصد. تعال نشوف نمبر 3. بيقولي plants are good in people's health. they help clean the air. طبعا مفيد لي حبايبي اسمها good for. يبقى اذا النباتات مفيدة لصحة البشر. they help clean the air لانها بتساعد في تنظيف الهواء. تعال نشوف نمبر 4. بولي she needs tomatoes, onions and a to make salad. طبعا هي محتاجة طماطم وبصل وايه عشان تعمل سلطة. يا ترى مين في دول اللي هستعمله عشان اعمل سلطة؟ هتقول لي ليتس. ليتس طبعا اللي هو الخاص لان ديتس معناها بلح وكندي معناها حلوة وبريد معناها خبز. تعال نشوف نمبر 5. بولي they use natural A to grow organic food. طبعا اكيد بيستخدموا ايه طبيعي. هتقول لي natural fertilizer. وناتشرال fertilizer يعني سماد طبيعي. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الترتيب. بولي garden the community sounds idea and amazing. يبقى اذا هقول حبايبي the community garden يعني الحديقة المجتمعية sounds يعني تبدو an amazing idea يعني تبدو فكرة رائعة. طب تعال نشوف نمبر 2. بقول in block do live you an apartment. عايز اقول هل انت عايش في عمارة سكنية؟ يبقى اذا هقول do you live in an apartment apartment block. تاني do you live in an apartment block. تعال نشوف نمبر 3. بولي produce garden we a lot of vegetables in our. اكيد طبعا هقول we احنا produce حبايبي بمعنى ننتج a lot of يعني كثير من vegetables يعني بننتج الكثير من الخضروات in our garden يعني في الحديقة بتاعتنا. تاني we احنا produce a lot of vegetables in our garden. تعالوا نشوف حبيبي نمبر 4. بقول never we for our use chemicals blends. طبعا عايز اقول ان احنا عمرنا ما بنستخدم كيماويات للنباتات بتاعتنا. فهقول we never use
chemicals يعني احنا عمرنا ما بنستخدم مواد كيميائية for our plants للنباتات بتاعتنا. تاني we never use chemicals for our plants يعني عمرنا ما بنستخدم مواد كيميائية للنباتات بتاعتنا. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال السادس. بيقول لي I am Yara يعني انا اسمي يارا. I'm 12 years old عندي 12 سنة. On holidays I help my family يعني في الاجازات بساعد اسرتي. And my friends at our community garden. On the roof of our apartment block we have a big green space. People in the neighborhood volunteer to help and grow vegetables with us to eat. We usually grow tomatoes, peppers, onions, and lettuce. Sometimes we also plant fruit trees like lemons and dates. It's amazing to grow your own food. لسه بندور حبايبي في فلك الكوميونيتي جاردن. بولي the underlined word grow has the same meaning يعني لها نفس المعنى. As هقول له plant طبعا لان plant برضو معناها يزرع. Number two بولي the main idea of the text is طبعا بيقول لي ان الفكرة الرئيسية للتكست ده للنص ده يا ترى healthy habits ولا sports ولا community garden ولا my favorite game. اكيد community garden الحديقة المجتمعية. تعال نشوف يلا. Number three بولي lemons and a are the fruit trees they plant الليمون وايه كمان هي الفواكه اللي هم بيزرعوها. طبعا هو قال لي dates وديتس حبايبي بمعنى البلح. تعال نشوف number four بولي how do people help at the community garden يعني ازاي الناس بتساعد في الكوميونيتي جاردن. طبعا شكل ما شفنا هقول they help يعني هما بيساعدوا grow في زراعة vegetables يعني الخضروات to eat عشان ياكلوها. تعال نشوف number 5 بولي when does Yara help her family يا ترى امتى يارا بتساعد اسرها اسرتها. طبعا هقول on holidays وطبعا on holidays حبايبي معناها في الاجازات. تاني on holidays معناها في الاجازات. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة, ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. وشكل ما قلنا ان هيبقى حل الكتب كلها ان شاء الله على القناة دي. شير لكل زمالك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.